نقول بسم الله ونبدأ سيزر سلطة. عندي هنا صدر دجاج وراح أتبله بملح وفلفل أسود وزيت زيتون، بس هذه تتبيلتي للدجاجة، صدر الدجاج. بس نحاول ندخل هذا فيها كلها التتبيلة، نقلبها زين بصدر الدجاج ونتركها على جنب ونشوف الخطوة اللي بعدها. وعندي هنا التوست، راح أحط عليه زيت زيتون وراح أنزل عليه بهارات إيطالية. ونقلبها مع بعض وندخلها القلاية الهوائية تتحمر أو الفرن. وعندي هنا صوص التقديم، صوص حق السلطة، عندي خردل، مايونيز، زبادي، راح أنزلها لكم مكتوبة، زيت زيتون وعصير ليمون وملح وفلفل. نخلط المكونات مع بعض وبكذا نجهز الصوص. عندنا هذا الصوص حق السلطة. سخنت عندي القلاية ونزل صدر الدجاج عليها، خلاص نقلبه لحد ما يستوي بدون أي إضافات. عندي هنا خس أمريكي، هو أفضل شيء إذا ما هو متوفر، خس المدور خفيف حلو، ما هو متوفر استخدم أي خس عندك. وننزل عليه التوست المحمر ننزل عليها الصوص اللي سويناه معاكم. ننزل على جبن برميزان وننزل على جبن برميزان